السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لتسليط الضوء على معاناة المختطفين في سجون الميليشيا. كشف رئيس الحكومة أحمد بن دغر عن رفض الميليشيا مبادرة تقدم بها للصليب الأحمر لإطلاق جميع المعتقلين من كل الأطراف دون قيد أو شرط. ووجه رئيس الحكومة بصرف الدفعة الثانية من رواتب 2483 مختطفا ومخفيا في سجون الانقلابيين. وكانت رابطة أمهات المختطفين قد أطلقت نداء استغاثة للمنظمات الدولية تطالب بإنقاذ 372 مختطفا من الموت في سجون الميليشيا. وطالبت الرابطة خلال وقفة احتجاجية نظمتها أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء بسرعة زيارة السجون وتمكين أبنائهم من حقوقهم والعمل الجاد من أجل إطلاق سراح المختطفين. وقالت الرابطة إن عددا من المختطفين في سجون الميليشيا الحوثي والمخلوع قد أصيبوا بالجنون والجلطات والإصابات الشديدة في العمود الفقري وأمراض الكلى، ناهيك عن أمراض سوء التغذية والأمراض الجلدية. نتوقف عند هذه المأساة لنناقشها في محورين: أين هو دور المنظمات والجهات الحقوقية إزاء ما يتعرض له المختطفون من تعذيب في سجون الميليشيا؟ وكيف يمكن إنقاذ أرواح المئات ممن هم على وشك الموت من قسوة التعذيب؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. يوم إثر يوم تتفاقم الأوضاع المأساوية للمعتقلين والمخفيين قسريا في ظل استمرار التجاهل ذاته حيال الممارسات المتواصلة للميليشيا الإنقلابية بحق هؤلاء المعتقلين. فبعد شهر تقريبا على وفاة المعتقل أحمد صالح الوهاشي في سجن هبر الاحتياطي بصنعاء، ها هي رابطة أمهات المختطفين تحذر من مصير وشيك ومماثل للمختطف عبد الإله سيلان الذي يتعرض للتعذيب في سجن الأمن السياسي. هذا ما كشف عنه أحدث بيان صادر عن الرابطة التي أكدت أن المعتقل سيلان ساءت حالته الصحية جراء تعذيبه داخل سجن الأمن السياسي بصنعاء فيما لم يتحرك أحد لإنقاذ حياته وإدانة ظروف الاحتجاز اللاإنسانية التي يعيشها ويعيشها المئات من المختطفين من أمثاله داخل السجون. عبد الله سيلان طالب في كلية الهندسة عمره في العشرينات، ومع ذلك مرضه الشديد جعله لا يستطيع المشي على الجدار. البيان كشف عن وجود ما يقارب 372 مختطفا يعانون من الأمراض المختلفة التي أصيبوا بها جراء اختطافهم وإخفائهم وتعذيبهم وتعمد إهمال رعايتهم صحياً لأكثر من عامين دون وجه حق. وبحسب البيان الذي تلي أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء، فقد أصيب البعض من هؤلاء المختطفين بالجنون وبالجلطات والإصابات الشديدة في العمود الفقري وأمراض الكلى، ناهيك عن أمراض سوء التغذية والأمراض الجلدية. ونطالب الصليب الأحمر بتبني الرعاية الصحية لهؤلاء السجناء حتى يتم إطلاق سراحهم لأنهم مختطفون دون تهمة ودون مسوغ قانوني للاستغاثة. أمهات المختطفين طالبن اللجنة بسرعة زيارة السجون وتمكين أبنائهن من حقوقهم الإنسانية الطبيعية، وطالبنا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالضغط والعمل الجاد لإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسريا من سجون ميليشيا الحوثي وصالح. مناشدات هؤلاء الأمهات لم تتوقف منذ انقلاب 21 سبتمبر 2014 والذي دشن عهدا مظلما من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وللكرامة الإنسانية في اليمن المنكوب. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع عضو رابطة أمهات المختطفين من صنعاء أم أحمد. مرحبا بك أم أحمد. حياكم الله. أهلا بك أم أحمد. كانت لكم اليوم وقفة احتجاجية أمام الصليب الأحمر، ما هي المطالب التي ناديتم بها اليوم في هذه الوقفة؟ مطالبنا اليوم كانت هي بإنقاذ المختطفين من الأمراض التي يعانون منها وما أصيبوا به جراء التعذيب الذي يطالهم من أيدي الميليشيا الحوثي. نطالبهم بعلاج هؤلاء المرضى وإنقاذ حياتهم قبل أن يفقدوها، كما فقد الكثير من الشباب في السجون والمظلومين الذين قتلوا تحت التعذيب، وهم حتى الآن ما يعني ما يقارب 105 من الأشخاص، والآن لدينا أكثر من 372 مريض هذا الذي نعرفه بداخل سجون ميليشيا الحوثي.
كانت نعم. مطالبتنا للصليب الأحمر ولجميع المنظمات بأن يحاولوا إنقاذ هؤلاء المختطفين. نعم، هل لمستم أي تجاوب من الصليب الأحمر أم أحمد؟ الصليب الأحمر دائما يعني يقنعنا بأنه لا يستطيع أن يفعل شيء، يعني دائما رده أنه لا يستطيع التواصل أو الوصول إلى هؤلاء المختطفين إلا إذا سمح له من السلطات، يعني إذا كان هذا المجرم يعني يقوم بقتل المختطفين ومحاكمتهم دون أي مسوغ قانوني، إذا كان المختطفين يلقون الضرب والتعذيب أمام القضاة فكيف يعني ينتظر منه أن يسمح له؟ كيف تريد للقاتل أن يقول نعم أنا ارتكبت جريمة؟ هذا كان رد الصليب الأحمر وكأنه يقول لنا أنه يريد المجرم بأن يعترف بجريمته، لا يعترف بأدلة، لا حتى أنهم يعني كان ردهم نعم حقيقة محزن بالنسبة للأمهات، خصوصا عندما قالوا أنهم لا يأخذوا من طرف واحد هذه الانتهاكات التي يسمعون عنها أو التي نناشدهم بها. وصلنا إلى عندهم إلى البوابة، هناك بلاغات كثيرة لدى الصليب الأحمر، يعني يريد الأدلة من الجاني نفسه، أي جاني سيأتي بأدلة على نفسه. نعم. هذا كان رد الصليب الأحمر. نعم. أنه يريد الأدلة من الجاني، لا يقبلها من المختطفين أو من الأهالي أو من الضحايا. نعم. هو يريد من الطرف الآخر. نعم. طيب أم أحمد، أيضا ذكرت بأنه ما يقارب 372 من المختطفين والمعتقلين في سجون الميليشيا يعانون من أمراض ربما قد تصل بها إلى حد الموت. أنواع هذه الأمراض وهذه الحالات التي وثقتموها أو وصلتكم معلومات عن حالتهم الصحية؟ هناك من هو أصيب بالعمود الفقري وكثير منهم الذين هم مصابون بالعمود الفقري، هناك السكر، القلب، تمزق الأعصاب في الأيادي من جراء التعليق والتعذيب، الفشل الكلوي وخصوصا أنهم لا يلاقون الملابس الشتوية مع الشتاء، لا يسمح بدخول ما يقيهم من البرد، تلوث البيئة يعني عندهم، فلذلك تجدهم الكثير منهم أصيب بالفشل الكلوي، عندهم القلب، السكر، هناك من بدأ يصيب بالعمى. نعم. جراء الضرب الذي يلاقوه واللطمة الذي يلاقوه على وجوههم، أمراض كثيرة الذي يعانون منها المختطفين. نعم. طيب أم أحمد، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من صنعاء عضو رابطة أمهات المختطفين، ونشرك معنا في الحديث وزيرة حقوق الإنسان الأسبق الأستاذة حورية مشهور. مساء الخير أستاذة حورية. مساء النور، حياكم الله. مرحبا بك أستاذة حورية، ربما سمعتي شهادة أم أحمد والحال الذي وصل إليها المختطفين والمعتقلين في سجون الميليشيا بصنعاء من تعذيب وحالات توفيت وحالات الآن معرضة للوفاة. أمام كل هذه الحالة السيئة وأمام كل هذه الجرائم التي تمارسها الميليشيا، كيف تتابعون أنتم كمنظمات خارجية وتلمسون مقدار متابعة واهتمام المنظمات الدولية بهذه الحالات ومحاولة الإفراج عنها أو التخفيف منها؟ بداية نحن نشد الحقيقة على أيادي أمهات المختطفين، يكاد يكونوا هم الوحيدات أو المنظمة أو الجهة الوحيدة التي تعمل بجد، لأنهم أصحاب قضية، لأنهم هؤلاء أبنائهم، وبالتالي تعرضناهن للأذى، ومهما تعرضنا للأذى يواصلنا أيضا نشاطهن الدؤوب من أجل إطلاق سراح المعتقلين قسرا. مثل ما تفضلت أم أحمد، مثل ما تفضلتم أنتم في تقريركم، هذا اعتقال تعسفي، هذا اعتقال خارج القانون، هذا اعتقال فيه كثير من الظلم على هؤلاء الشباب، على هؤلاء الأشخاص الذي تم اقتيادهم من بيوتهم أو وهم من مقار أعمالهم في الطرقات من أي مكان، لم يرتكبوا أي جرم، ولكن نتيجة لأنهم كانوا يعبروا بالرأي، وهذا حق دستوري مكفول حقيقة لهم، حق قانوني أيضا في الاتفاقيات الدولية في العهد المدني للحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، من حقهم أيضا أن يعبر بالكلمة بصورة سلمية، لم يرتكبوا جرما، وبالتالي اعتقالهم اعتقال خارج القانون.
نعم ما قام به الصليب الأحمر الحقيقة جهد لا بأس فيه، ولكنه للأسف أيضا لم يرقى إلى إطلاق سراح حول المعتقلين. وردتنا أيضا أخبار لأن الحكومة طلبت الوساطة من الصليب الأحمر، لأن الحكومة لا تستطيع أن تفعل حتى الآن شيئا فيها بهذا الملف، لا تستطيع لأن هذه المناطق خارج سيطرتها. وعادة المنظمات الدولية هي تساعد الحكومات حينما يكون هناك اعتقالات، لكن هذه ميليشيا، هذه خارج القانون، هذه لا تطبق القانون، هذه ارتكبت جرم أيضا بإسقاط الدولة ومؤسسات الدولة. فنحن في وضع صعب جدا، يعني لا تستطيع حتى المنظمات الدولية تحاول، المبعوث الأممي لليمن، الصليب الأحمر الدولي، هيومان رايتس ووتش، أكثر من منظمة يحاولوا، لكنهم يحاولوا مع من؟ لو كانت جهة تستند إلى النظام والقانون لكان هناك في لربما أفضت هذه الجهود إلى حل ما، لكن نعم. هذه جهات تعمل نعم. أستاذة حورية، لكن في نقطة مهمة أستاذة حورية ذكرتها أم أحمد، أن الصليب الأحمر هذه المرة ربما لأول مرة يعني يقولون نحن نبحث أيضا عن وجهة نظر الطرف الآخر وهم لا يسمعون، وربما أبدوا عدم اهتمام لهؤلاء المسجونين. هل يعقل أن المنظمات الدولية أيضا وصلت إلى مرحلة وإلى طريق مسدود بأنها لن تستطيع تقديم شيء أو عمل شيء لهؤلاء؟ هم يحاولوا بالأدوات والوسائل التي يملكونها، ولكن كما قلت لك لأنها عبارة عن ميليشيات، ليست أطر رسمية، ليست جهات رسمية حتى يستطيعوا أن يمارسوا عليها ضغوط كبيرة جدا، حتى يستطيعوا أيضا أمام العالم الخارجي أن يمارسوا عليها هذه الضغوط. فهو بالوسائل المتاحة، بالوسائل الممكنة يحاولوا أن يضغطوا عليهم، يحاولوا أن يقوموا بوساطات من أجل إنقاذ هؤلاء الشباب، من أجل إطلاق سراحهم، من أجل أيضا تمكين الأسر، لأنه هذا ما كنا نطرحه للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى في مختلف دورات مجلس حقوق الإنسان، أنه ساعدونا في هذا الملف، هذا ملف حقوقي، هذا ملف إنساني، هذا ملف يعني ينبغي أن يعمل عليه الجميع. نعم. كنا نطلب منهم إذا كان الميليشيات الإنقلابية كانت يعني لماذا لا تبدي حسنية في موضوع المحادثات السلام، في موضوع تقريب وجهة نظر الفرقاء، إلى أنه لماذا لا يبدو حسن النية ويطلقوا سراح المعتقلين؟ يوم أمس نحن نسمع عن إطلاق معتقل أو معتقلين مقابل عدد من الأسرى، هذا لا يجوز أيضا، ذاك كان أسير حرب، ذاك كان مقاتل، والآخر شخص مسالم. نعم. مع ذلك قلنا أيضا هذه خطوة لا بأس بها، لكن أن يطلق شخص مقابل عدد من المقاتلين أو من الأسرى الذي كان يحمل أسلحة، فهذا عدد قليل جدا. اليوم الأخوات رابطة الأمهات تحدثوا عن عدد كبير من الأعداد المسجلة لديهم، لكن هناك نعم. أيضا أعداد أخرى ومعتقلين آخرين طيب. غير مسجلة لدى رابطة نعم. الأمهات. طيب صدح حرية، المجتمع الدولي حقيقة عاجز في هذا الإطار. نعم. الحكومة الشرعية أيضا عاجزة ولا تستطيع أن تفعل الكثير بهذا الاتجاه. نحن أمام وضع مختل، وضع غير طبيعي على الإطلاق. نعم. طيب أستاذة، تكرمي بالبقاء معي أستاذة حورية. نشارك معنا في الحديث وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ. مرحبا بك سيادة الوكيل. مرحبا بكم ومرحبا بأستاذتنا القديرة حورية مشهور، وأيضا ألف تحية وتقدير لأمهات المعتقلين والمختطفين، هؤلاء التي يمثلن ظاهرة من الشجاعة والتفاني الذي تبديه المرأة اليمنية في هذه اللحظات الحزينة والسيئة التي تصيب كثير من إخواننا المعتقلين والمختطفين والمحتجزين. نعم أستاذ نبيل، جهود كبيرة تبذل من المنظمات الدولية، من الحكومة الشرعية، من العاملين في مجال حقوق الإنسان، لكن كل هذه الجهود لا تثمر، لماذا؟ لأننا نتعامل مع عصابات لا تفهم ولا تفقه لا في قانون ولا في إنسانية، هي تتعامل بعقلية الإنسان الحجري الذي
لا يفقه في القانون ولا يفقه في مفهوم الدولة ولا يفهم إلا لغة الاختطاف، لغة الاحتجاز، الإخفاء. هؤلاء هم حفدة من كانوا يأخذون الناس كرهائن، وهم يعتقدون أنهم عندما يملؤون سجونهم ومعتقلاتهم بالمواطنين يحققون دروع بشرية أخرى لهم، ولذلك هم يتعاملون من هذا المنطلق. أغلبية من قاموا باعتقالهم، حتى من تتحدث عنهم الأستاذة حورية أنهم ربما يكونوا أصحاب رأي أو أصحاب موقف، هناك كثيرين ليسوا داخلين حتى في هذا المجال، يعني لا ينطبق عليهم قضاء أنهم أصحاب قضايا سياسية أو ما شابه، هم مواطنين عاديين تم الإبلاغ بهم عبر عقال حارات أنهم فقط ليسوا مع هذه الميليشيات ولا يؤيدونها، وبالتالي اعتبروا بأنهم على قاعدة من لم يكن معي فهو ضدي، وبالتالي تم اعتقال هذا العدد المهول. عندما نتحدث في المحافل الدولية أنه خلال 3 سنوات وصل عدد المعتقلين والمحتجزين والمختطفين من قبل هذه الميليشيات 22,000 شخص، فبالتالي هذا الرقم المهول لا يعطيك إلا مؤشر واحد، أنهم لا يتعاملون مع هؤلاء إلا أنهم دروع بشرية أو أدوات للتخويف للآخرين. نعم. هم عبارة عن رسائل للمواطنين الآخرين. طيب. أن أي إنسان سيقف أمام هذه الميليشيات سيكون مصيره هذا التعذيب وهذه الاعتقال وهذا الإخفاء وما شابه. نعم أستاذ نبيل، يعني حقيقة ما ذكرته أم أحمد رقم مخيف، أكثر من 100 مخفي ومعتقل قسرا من قبل الميليشيا قد توفوا، والآن رقم 372 مختطف معرضون للموت، بعضهم أصيب بالجنون، بعضهم أصيب بالإعاقة الدائمة، بعضهم في العمود الفقري وأمراض متنوعة كبيرة. هل سيستمر حال هؤلاء حتى يصلوا إلى مرحلة الموت مثل زملائهم الذين سبقوهم دون أن تحرك يعني أي جهود لإنقاذ هؤلاء؟ يا أخي العزيز، أولا بالنسبة للأرقام، عدد الذين قضوا تحت التعذيب على أيدي هذه الميليشيات 112 إنسان، عدد الذين هم يعني نخشى على أرواحهم يتجاوز 5% بحسب إحصائياتنا في وزارة حقوق الإنسان أو ما يصلنا عبر جهات حقوقية مختلفة ورافدين. وأيضا هذه الأرقام، يعني مثلا هناك أكثر من 3 إلى 4 أشخاص هم في حالة خطيرة جدا الآن، وربما يكون يعني يقضوا في خلال الساعات القادمة، من ضمنهم الطالب في كلية الهندسة الذي ذكرتموه في التقرير. الإشكالية الآن، لقد كان موضوع الجانب الإنساني أحد الأسباب الرئيسية التي حتى نحن في إطار وزارة حقوق الإنسان ضغطنا حول الجوانب الإنسانية من أجل قضية ميناء الحديدة ومطار صنعاء، لكننا بالمقابل نقول المنظمات الدولية بالفعل لم تؤدي الدور حتى الآن الدور المطلوب منها. على سبيل المثال الصليب الأحمر تم يعني كانت أول 4 طائرات في واصلة إلى صنعاء، من ضمنها طائرتين للصليب الأحمر بداخلها موظفين وخبراء تابعين لهم للقيام بهذه الأعمال الخاصة بالصليب الأحمر في إطار إنقاذ منهم في السجون والمعتقلات واللقاء بهم. الجزئية الثانية، وافقت الحكومة كما أشارت الأستاذة حورية، وافقت الحكومة في أحيان تحت هذا الضغط بمبادلة أسرى حرب بمواطنين مدنيين ممن اعتقلتهم هذه الميليشيات. وبالتالي نحن نعتقد أنهم يستمرون في هذه الأعمال لأنهم يعتقدون أنهم سيخرجون أسراهم، الأسرى الذين لهم عبر بهذا الأسلوب. طيب. نحن نقول الجزئية الثالثة أن الحكومة بالفعل هي تشعر أنه يعني الحل الوحيد هو إما يعني الحل الأساسي عملية تحرير الأرض لإنقاذ هؤلاء، لأنه حتى في مفاوضات الكويت ومفاوضات جنيف كان موضوع المعتقلين هو الملف الأول، ومع ذلك لم تفي هذه الميليشيات بهذا الجانب على الإطلاق، بل وأصرت على التسويف في موضوع المعتقلين بشكل وقح جدا، حتى أنهم لم يقدموا أي ضمانات، بالعكس هم يتلذذون بإيذاء هؤلاء، وكأنهم يعتقدون أنهم بإيذاء هؤلاء المعتقلين هم يوجهون
رسائل للضغط على الحكومة وللتخفيف عنهم. طيب أستاذ نبيل ابقى معي، أعود للسيدة حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان الأسبق. أستاذة حورية، في مثل هكذا وضع يعني ميليشيا يعني يتم التعامل مع ميليشيا لا تحتكم لأي قوانين دولية، من الذي يملك القدرة في عمل أو تقديم شيء لهؤلاء المختطفين على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي؟ الحقيقة كلنا مسؤولين، أشعر إلى أنه كلنا ينبغي أن نتحمل هذه المسؤولية، الحكومة الشرعية تتحمل جزء من المسؤولية. وأشكر الحقيقة على هذه الإيضاحات اللي تقدم بها الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان. أيضا المجتمع الدولي، منظمات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الصليب الأحمر، Human Rights Watch، Amnesty، كثير من المنظمات ينبغي أن تمارس ضغوط كاملة على الميليشيات الإنقلابية لإطلاق سراح المعتقلين هذه. وأيضا الإعلام، يعني أن أطلب الحقيقة من الإعلام، نشكركم لأنكم في قناة بلقيس وفي قنوات أيضا أخرى فتح هذا الملف والاستمرار فيه بصورة دائمة، يعني لا ينبغي التوقف عند حلقة أو حلقتين، بل ينبغي أن يظل هذا الملف مفتوحا. ينبغي أن نمارس ضغط كبير جدا، نشطاء حقوق الإنسان كل وفقا للأدوات المتاحة لديه أن يعمل، وأن يعمل من أجل الضغط على الميليشيات الإنقلابية لإطلاق سراح المعتقلين. ينبغي أن ننقذهم، ينبغي أن نصل إليه، خاصة الآن الذي هم تحت الخطر والذي نخشى على حياتهم الحقيقة. وبالفعل قد منهم من قضوا ومنهم من أصيب إصابات بالغة جدا، إصابات عقلية، خرجوا بعضهم يعني في حالة نفسية مزرية، خرج ما يعرف اسمه، ما يعرف الناس المحيطين فيه، خرج لديه إصابات جسمية، إعاقات كبيرة جدا، هذا من بعضهم. وآخرين أيضا من الذي موجودين في السجون وهم تحت هذا التعذيب الشديد، ربما يعني صابوا بمثل هذه الإعاقات. فنطلب الحقيقة من الجميع أن يأخذ هذا الملف بجد كبيرة، أن التحالف، كل المنظمات، كل وسائل الإعلام، كل إنسان عنده ذرة ضمير حي ينبغي أن يعمل من أجل إطلاق سراح المعتقلين. نرى إلى أنه هذا ملف ذا أولوية قصوى، وينبغي أن يستغل عليها الجميع، ينبغي ألا يغلق هذا الملف، وأن نظل نمارس ضغوط كبيرة جدا على الميليشيات الإنقلابية حتى يتم إطلاق سراحهم. أشكرك جزيل الشكر سيدة حورية مشهور وزير حقوق الإنسان الأسبق، كنت معنا من برلين في ألمانيا. وعودة أخيرة إلى القاهرة مع وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ. أستاذ نبيل، كانت لكم الآن تصريحات أخيرة لرئيس الوزراء عن طريق الصليب الأحمر بالمطالبة بإطلاق جميع المعتقلين والمخفيين من الطرفين، من جانب الشرعية أيضا ومن جانب الميليشيا دون قيد أو شرط. هل ستلقى هذه الجهود النور؟ أخي كما قلت لك، نحن مهمتنا أن نستمر، أن نبذل كل جهدنا في إيصال أصوات هؤلاء الضحايا، أن نعمل من أجلهم، لن نقصر في أن نضغط على كل الجهات الدولية، كل الجهات التي ذكرتها أستاذتنا القديرة حورية مشهور وغيرها من الجهات. نحن نتحرك في كل الاتجاهات من أجل أن نجد منفذ للضغط على هؤلاء لإيقاف هذه الأعمال الإجرامية التي لا يفقهون أنهم يربطون حبل مشنقة على رقابهم بهذه الأعمال. فهذه جرائم إنسانية لا تسقط بالتقادم، وسيحاسبون عليها إذا لم يكن على المستوى المحلي فعلى المستوى الدولي. لطالما حاولنا إيصال هذه الرسالة إليهم ليفهموا أنهم الآن يعني قد يكون الأمور بأيديهم ليأذوا الناس، لكن سيأتي فترات قادمة والتاريخ لا يرحم، وسيكونون في محاكم التاريخ وفي محاكم الدولية والمحلية بالاقتصاص منهم على هذه الأعمال الإجرامية. نحن لدينا لقاء قادم الآن مع الجامعة العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان يومي 5 و6 ديسمبر، وفي هذا اللقاء سيكون لنا ملف نقدمه إلى الجامعة العربية
في لجنتها الدائمة لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، لنحاول أيضا الضغط بشكل كبير على هذه الجهات للقيام بدور كبير من أجل إنقاذ هؤلاء الضحايا. نتمنى أن نوفق، نبذل جهد كبير مع رئيس الوزراء من أجل حتى وصلنا إلى مرحلة القبول كما قلت سابقا، القبول بعملية مبادلة مع أسرى حرب للتخفيف عن أخواننا المعتقلين. نعم أستاذ نبيل، أيضا هناك مبادرة يعني تحسب للحكومة الشرعية بأنها وجهت بصرف رواتب المختطفين والمعتقلين ما يقارب 2400، يعني مقدار الإيفاء. نعم أستاذ نبيل، مقدار الإيفاء 2483. نعم، مقدار الإيفاء من قبل الحكومة بهذه الرواتب بصورة منتظمة، وأيضا مقدار اهتمام الحكومة أيضا بصرف رواتب أيضا من لم يتم صرف رواتبهم مسبقا وهم معتقلين ومخفيين في سجون الميليشيا. حقيقة رئيس الوزراء في لقائه مع وزير حقوق الإنسان وفي لقاءات عديدة أكد أن هؤلاء هم يمثلون الأولوية الأولى، كونهم من يضحون بأرواحهم الآن ويقدمون أنفسهم في معتقلات هؤلاء المفاتيح، وبالتالي هناك توجيهات بأن هؤلاء هم على رأس قائمة المجتمعات والإفاعات المالية، وإن كنا ندرك جميعا أن القيام بهذا الجانب ما هو إلا حق نعيده إلى هؤلاء أو نحاول أن نوصله إلى هؤلاء، ونحن نعلم أنهم أكثر استحقاقا لأنهم الآن يعني أكثر أشكرك أستاذ نبيل. ربما هناك إشكالية أيضا في الصوت، وأيضا انتهى وقت البرنامج. وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة، والشكر أيضا لوزير حقوق الإنسان الأسبق السيدة حورية مشهور، وكذلك لعضو رابطة أمهات المختطفين أم أحمد كانت معنا من صنعاء. الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.